عام كامل التسامح هو مدلوله طبعا تكملة لعام زايد، لمسيرة زايد، لقائد أسس التسامح في دولة الإمارات. بدأ بأيضا التسامح مع الجميع من كثير من الجنسيات، بالتسامح مع الكثير من العديد من الديانات، بالتسامح على مفهوم إنساني لا يفرقه جنس أو دين. عام التسامح هو عام نحن جدا متحمسين له، متحمسين أن كيف أيضا نبرز دور دولة الإمارات في التسامح، وفي نفس الوقت ما هي المشاريع التي نستطيع أن نعمل لها ليس فقط في دولة الإمارات، ولكن يكون أيضا عمل إقليمي وعالمي. إحنا طبعا جميعنا يجب أن نعمل في توصيل أهداف أو أيضا إنجاز أهداف عام التسامح. هذه يوم نتكلم عن عام تسامح، كل عام عام تسامح، كل يوم يوم للتسامح، ولكن ما هو دورنا كمسؤولين، ودورنا كموظفين، ودورنا أيضا كأفراد شعب أن نعزز التسامح ومفهوم التسامح الذي يجب أن ننشره وأيضا نعززه في الأجيال المقبلة بإذن الله. عينك على العالم.